حقق المنتخب المغربي فوزا تاريخيا على حساب مضيفه البرازيل بهدفين لواحد في مباراة ودية على ملعب طنجة الدولي، وسجل ثنائية الأسود الأطلس سفيان بوفال وعبد الرحمن صابيري في الدقيقة 29 و 79، بينما وقع كاسيميرو هدف الوحيد للبرازيل في الدقيقة 67، وأصبح المغرب أول منتخب عربي يتمكن من تحقيق الفوز على البرازيل بعد 23 مباراة جمعت سنين صعب مع العرب عبر التاريخ. ونجح وليد الركراكي مدرب المنتخب.